بعد أسبوعين فقط من خسارة البيت الأبيض، بدأت معركة اختيار رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية القادم، حيث يعمل أعضاء الحزب على تعزيز المرشحين المحتملين المفضلين لديهم لهذا المنصب. إنها معركة ذات عواقب كبيرة على الديمقراطيين، فقد تحولت المنافسة إلى صراع داخلي على السلطة في الحزب وانعطاف كبير عن جناح بايدن المتجذر لدى أصحاب اليقاط الزرقاء. المعركة الآن تتلخص بتحديد اتجاه الحزب، فرئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية القادم سيتولى مهمة جمع التبرعات والتعامل مع بيئة إعلامية مجزأة وإعادة بناء الحزب من القاعدة إلى القمة بعيدا عن إرث الرئيس جو بايدن. ومن المهام الإضافية أيضا التحضير لأصعب انتخابات تمهيدية ديمقراطية في التاريخ، نظرا لحالة التململ الكبيرة داخل الحزب وغياب وجوه قيادية قادرة على إيصال الحزب إلى بر الحداثة ومواكبة التطور السياسي والاجتماعي والثقافي في البلاد. الديمقراطيون يعترفون بأن العلامة التجارية لحزبهم بأكملها بحاجة إلى إصلاح شامل بعد أن خسروا الأرض مع أجزاء رئيسية من قاعدتهم، بما في ذلك الشباب واللاتينيون والرجال السود. سيختبر سباق رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية قوة التيارات الداخلية في الحزب، من التقدميين إلى الوسطيين، وما إذا كانوا قادرين على تولي القيادة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الحزب.